السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو النهاردة هيكون فيديو عن تجهيزات اللحوم. انا كنت عملت لكم قبل كده فيديو عن تجهيزات الفراخ، هسيب لكم برضو الرابط بتاع الفيديو تحت في صندوق الوصف. النهاردة انا هعمل كفتة وهعمل حواوشي وكمان هعصج لحمة مفرومة. ووسط ما انا بعمل كل ده قررت ان انا اعمل كل ده في نفس الوقت اللي انا هجهز فيه الغدا، فاخترت غدا سريع جدا. هعمل السجق ده، انا كنت جبت السجق ده في نفس اليوم يعني اللي جبت فيه اللحمة المفرومة، فقلت لا مش هدخله الفريزر، اعمله وهو طازة. بصوا حبايب قلبي، دي اللحمة اللي كنت وردها لكم في الفيديو بتاع المشتريات، هبقى اسيب لكم الرابط تحت في صندوق الوصف. طبعا انا مش قادرة اتكلم بسبب ريحة البصل اللي انا كنت بفرمه، بجد انا مش بستحمل البصل خالص ودايما كنت بكره الحاجة اللي فيها بصل. اول حاجة هبدأ بيها دلوقتي اللحمة المتعصجة. دي نص كيلو من اللحمة، هاخد اول نص كيلو. انا مولع على الحلة اللي هعمل فيها اللحمة ان شاء الله. بحط اللحمة الاول، انا مش بحط البصل الاول. ليه بحط اللحمة الاول؟ علشان الدهون اللي فيها تسيح بسرعة، فتحط لي كمية من المادة الدهنية لما اجي احط البصل يستوي فيها. انما لو حطيت البصل في الاول انا هضطر ان انا احط زيت او سمنة او ايا كان اللي انتوا بتحطوه، فانا مش عاوزة كده. هي اصلا اللحمة فيها كمية دهون، فانا هعتمد على الدهون اللي فيها. وكمان نقطة تانية لاحظتها، لما بحط اللحمة في الاول بتبقى اللحمة مفرولة قوي كده، بتبقى يعني مظبوطة. يعني بحط البصل الاول وبعد كده اللحمة بتكتل وتفضل كتل كده مستوية مع بعض، بضطر بعد كده ان انا افتفتها. فدي لحمة بلدي كنت فارمة معاها قطعة من اللية، يعني انا بعد ما اخترت نص كيلو قلت له يضيف قطعة من اللية، واتفرمت معاهم فرمة كمان من اللحمة دي مفرومة وشين. فهبدأ احط اللحمة دلوقتي وهوريكم بعد كده انا بعمل ايه. هبدأ اول حاجة دلوقتي هفرم كمية كبيرة من البصل. انا بقشر البصل كده وبغسله وبقطعه بسرعة وبحطه في الكبة، وبس بحط عليه شوية ملح وفلفل عشان ريحته ما تغيرش، لان انا لسه هعمل كذا وصفة فمش عاوزة ريحة البصل تتغير يعني. فبالمرة كده طبعا هفرمه في الكبة، مش هعمل اللي على ايدي يعني تسهيلا للوقت، ومع ذلك برضو عناية بتدمع وبفضل اعطس كتير ومش بستحمل. فدي كمية البصل اللي انا هعملها، ولو احتجت تاني ممكن ازود. تمام، هسيب بس كمية كده من برة، دول هخليهم للسجق، فدول هقطعهم شرايح مش هفرمهم يعني، فهقطعهم كده بس على القطاعة علشان انا وبجهز الاكل هستخدمهم برضو في السجق، وبرضو بعد ما اقطعهم هرش عليهم ملح وفلفل علشان ريحتهم ما تغيرش. يا اما هدخلهم التلاجة يا اما هسيبهم من بره عادي يعني، هو في نفس الوقت كله هيخلص ان شاء الله. ماشي، خلاص كده فرمت البصل، خليته ناعم كده شوية علشان برضو ما يظهرش في الاكل. بعد ما سخنت قوي الحل عندي هبدأ ان انا انزل اللحمة المفرومة كده جزء جزء، طبعا من غير اي دهون زي ما قلت لكم ولا زيوت ولا اي حاجة. هي فيها كمية من الدهن فهتسيح دلوقتي وهتسوي اللحمة فيها وخلاص، فما فيش داعي ان احنا نحط مادة دهنية تاني فنلاقي الحاجة مدهننة بزيادة يعني. فنكتفي بس ان اللحمة تستوي في الدهون بتاعتها، وصدقوني بيطلع طعمها احلى بكتير قوي ما تضيفي لها انتي دهون من برة. خلاص كده عملت كل الكمية بتاعت اللحمة، بصوا كمية الدهون اللي نزلت يعني كمية كبيرة، حتى لما هاجي استخدمها في وصفة تاني برضو مش هتخليني محتاجة اي دهون تاني. خلاص اللحمة استوت كلها، وكل اللون الاحمر بتاعها اتغير للون الرمادي او البني الفاتح ده. دلوقتي اقدر ان انا اضيف البصل كمان علشان يستوي. مش هحط اي توابل دلوقتي في اللحمة لاني انا مش محددة يعني اللحمة دي انا هستخدمها في انهي وصفة، وانا اساسا عادة يعني مع اللحوم
يعني لو تلاحظوا في كل فيديوهات اللحوم بتاعتي مش بضيف اي توابل غير الملح والفلفل، نادرا قوي لو ضفت اي توابل. خلاص اول لما لقيت ان البصل استوى كنت بقطع فلفل برضو في نفس الوقت اللي انا مستنية اللحمة فيه تتعصج، قطعت فلفل اخضر كده وضفته معاها، يعني بيديلها طعم حلو وانا متعودة اعمل كده. لو مش حابين ممكن تستغنوا عنه. هستنى شوية لغاية لما اللحمة تهدى شوية بس ما تبقاش سخنة قوي، واحطها في الكيس ده. فانا هاخد نص الكمية بس على الكيس ده، والنص التاني هسيبه في نفس الحلة علشان هعمل بيه وصفة يعني تاني يوم، هيبقى الغدا بتاعنا لتاني يوم. فبالمرة برضو وانا واقفة كده انا جهزت غدا النهاردة وهشيل حاجات في الفريزر، وكمان انا جهزت الغدا بتاع بكرة. هبطط بس الكيس كده عشان ما ياخدش مكان في الفريزر. ودي الوصفة اللي انا عملتها معاكم، اللي هي اللازانيا، سوري اللي هي الكانيلوني. هسيب نفس اللحمة كده بنفس الحلة. تاني وصفة هعملها هي الحواوشي. الحواوشي سهل جدا برضو، مجرد ما احط شوية خضار برضو على اللحمة والتوابل بتاعته وخلاص. وانا كنت عملته في فيديو لوحده، هسيب لكم الرابط تحت بتاع الفيديو في صندوق الوصف بس عشان الفيديو ما يبقاش طويل. تالت حاجة دلوقتي هعملها هي الكفتة. انا اخدت كده باقي البصل، استنيت لغاية لما نزل المية بتاعته، عصرته من المية، فنزل طبعا كمية مية كبيرة قوي. هاخد بقى البصل اللي هو عليه الملح والفلفل ده وهحطه على اللحمة بعد ما عصرته كويس. مش لازم البصل يكون مبشور، يعني لو مفروم في الكبة ناعم ماشي. هحط كمان كمية من الملح والفلفل، لاني معظم الملح والفلفل نزل في المية بتاعت البصل، فلازم نزود ملح وفلفل تاني. هضيف كمان نص معلقة صغيرة من السكر، دي بتساعد اللحمة ان هي تستوي وبتديها طعم حلو، وكمان لما بتدخل الفرن بتتكرمل كده وبتديلها تسكيرة حلوة. ده بيكنج باودر، لو مش عندكم ممكن تضيفوا بيكنج صودا. وبعد كده هضيف بقسماط بس عشان الكفتة تمسك كويس، وبس كده مش هضيف اي حاجة، ولا بقى توابل ولا قرفة ولا جنزبيل ولا هضيف بيض ولا كل الكلام ده. ما تحاولوش ان انتوا تغيروا في طعم الكفتة يعني علشان تطلع زي الكفتة اللي انتوا بتاكلوها بره، ما تستغربوش طعمها. وهعجنها كويس في بعض وهدخلها التلاجة بس يعني لغاية ما تمسك نفسها شوية، وبعد كده هبدأ اصبعها. يعني ما نحاولش ان احنا نصبعها على طول، استنى عليها شوية. فانا طلعتها من التلاجة وهبدأ ان انا ابل ايدي بالمية بتاعت البصل دي بس علشان اللحمة ما تلزقش في ايدي، وهبتدي ان انا اصبعها. ممكن تصبعوها بالشكل ده، وممكن تعملوها ان انتوا تجيبوا عصايتين من بتاعت الشيش طاووق وتبدأوا ان انتوا تعملوا عليها، على اساس ان الفتحات اللي في النص دي هتساعد ان الكفتة ما تبقاش مكتومة وما تبقاش تقيلة كده لما تيجي تاكلوها. فشوية الفراغ اللي جوه الكفتة ده هيساعد ان الحرارة توصل يعني لغاية الكفتة من جوه، فما تبقاش مكتومة، وكمان لما تيجي تكش الفتحة دي هتختفي، فهتدينا نتيجة حلوة قوي. ممكن تعملوها كور، ممكن تعملوها صوابع كده، يعني زي ما تحبوا. فانا هعمل كل الكمية عندي، انا بس بحاول اسرع الفيديو عشان ما يبقاش طويل عليكم. كده خلاص خلصت كل الكمية، هبدأ ان انا اغلفها بس بكيس بلاستيك وادخلها الفريزر. واليوم اللي هسويها فيه مش هحط اي مادة دهنية خالص خالص في الصينية، بمجرد بس ان انا احطها على ورق فويل وتدخل الفرن هتنزل كمية الدهون اللي فيها، ان هي لازم يكون فيها كمية دهون علشان تستوي حلو. ده يوم تاني بقى اللي انا سويتها فيه. بصوا منظر الكفتة بجد يجنن، وطعمها كان رائع. دي انا ما حطيت لهاش ولا زيت ولا سمنة ولا اي دهون خالص. وبس كده يا حلوين، ده كان فيديو النهاردة لتجهيزات اللحوم. طبعا انا تعبت جدا في اليوم ده بس مش مشكلة، انا هفضل مرتاحة يعني اكتر من اسبوع على الوجبات اللي انا حضرتها. ما تنسوش لو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي تعملولي اشتراك وتفعلوا الجرس، ومتنسوش كمان اللايك للفيديو وكومنت تحت الفيديو، ده بيدعمني جدا. اشوفكم في فيديو جديد تاني، مع السلامة.